يا شيخ نحس بروحي كي تعبان شوية. تفضل، بتقول ايه؟ نحس بروحي تعبان شوية. انت منين؟ أنا عايش في ليبيا، مغربي. وش المشكلة اللي عندك؟ ايه اللي تعب روحك؟ والله عندي أحلام هيك نشبح فيها هيك، ومش مستريح هيك، ديما متضايق. طيب الأحلام اللي أنت بتشوفها هي عبارة عن ايه؟ والله الأسبوع اللي فات أكرمك الله حلمت بكلب هيك، أرفعناه هيك تاع الغسيل، هذا بتاع اللي يغسلوا في السيارات الواحد، الأسبوع اللي صار ايه؟ الأسبوع اللي فايت حشاك كلب، كأننا رفعناه تاع الغسيل السيارات هذا، لواجي السيارات، وكان انا يغسل فيه الراجل. انت كم عمرك يا استاذ؟ 45 سنة. طيب انت ايش المشكلة بتاعتك بالظبط؟ ليه اللي انت حاسس بيه دلوقتي؟ انا عندي الجهة اليسرية هي توجع فيه، في عندي وجع عندك فيه ايه؟ هلبة، الجهة اليسرى جيت القلب بالضبط هني، مالها؟ انا عندي وجع فيها، طيب وايه كمان؟ وعندي قلق دائم، وأي حاجة هيك حاجة بسيطة هيك نتنرفز أول نتعصب حاجة أنا هيك. هسألك 3 أسئلة. طيب تفضل. أنت صليت المغرب والعصر اليوم؟ الحمد لله في وقته والصلوات بتصليها في المسجد؟ إن شاء الله، في اللي نصليهم في المسجد، وفي اللي نصليها في المنزل الحوش. طيب والحمد لله، انت يعني الاوجاع ديت يعني مسكاك على طول صح؟ يا فترة شوية مزبوط، ايه بعد قول ثلاث بسم الله. سنين وفي مرات هيك ما نحس بشيء، وفي مرات يجيني الوجع هيك ولا نحس قلبي بيسكت هيك. طيب انت دلوقتي الوجع موجود عندك صح؟ امس واليوم بالضبط. قول بسم الله وغمض عينك. بسم الله. الآن هتبص هتلاقي إن في هواء بارد داخل في صدرك وثلج، صحيح؟ لا ما حسيت بشيء. قول بسم الله كمان مرة. بسم الله. في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها ديت هتبص هتلاقي إن في قشعريرة في صدرك، والمكان اللي فيه ألم فيه نبض، مضبوط. ومع النبض والقشعريرة اللي في الصدر في هواء بارد بيدخل عليك. حاجة بسيطة. تمام، المهم ان في زي النسيم، زي ما كده ما تحس ان في، شفت المغناطيس لما تبقى ماسك مغناطيس كده وتحس كده ان ايه، المغناطيس بينجذب كده، يعني كأن في حاجة يعني هواء زي بيدفع كده، صحيح؟ صحيح، حس بكأن صدري هيك بينتفخ شوي. طيب ماشي اوكي. احنا نقول مع بعض ايه، حسبينا، اقول حسبي الله ونعم الوكيل 3 مرات. حسبي الله ونعم الوكيل. كمان مرة. حسبي الله ونعم الوكيل. كمان مرة. حسبي الله ونعم الوكيل. بس يا سيدي غمض عينك بقى، وكل واحد بيحس بكتمة صدر واجع في القلب، لأن دي من علامات العين والحسد وعلامات تسلط الجن، فكل واحد بيحس بالعلامات دي بقى يقول ايه بسم الله كده وغمض عينه لمدة 3 دقايق معايا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا،
وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وفجرنا فيها من العيون وفجرنا فيها من العيون اللهم اشف عبدك ينكى وعدوك وامشي إلى صلاة. يا أستاذ أنت الجو عندك سخن ولا بارد؟ حر ولا بارد؟ معتدل. معتدل. طيب أبيك أول حاجة حط إيدك على جبهتك هتبص تلاقي فيه تعرق. مظبوط إيه. طيب حط إيدك على صدرك هتبص تلاقي فيه تعرق شديد. ماشي حاجة بسيطة. طيب خد نفس. المكان اللي كان بيوجعك في قلبك اختفى الألم منه نهائياً. حسب ايدي هيك فيها في حاجه هيك ايدي اليسرى مالها؟ حسب هيك كان نار زين عليا شوي. طيب ما علينا، بس انت المكان اللي في قلبك ده تحس ان هو صفى خالص وما عادش فيه الم لا في قلبك ولا في صدرك صح؟ صح. بص ايدك اليسرى وبص لصوابعك هتبص تلاقي ان في حركه لا اراديه هتحصل فيها الان زي نبضه شفتها؟ مظبوط. قول بسم الله. بسم الله. قول بسم الله. بسم الله. هتلاقي هفه هتبص تلاقي ان الاطراف بتاعت صوابعك فيها تنميل زي كده وجع صحيح؟ صح. برود كان بارد اي برود. حرك ايدك بتعرق هي في عرق بس كده. انا عايزك دلوقتي تقوم انك انت تمشي وتتحرك مش هتلاقي اي شيء في جسمك نهائيا. بسم الله. راحت الكتمه وراح وجع القلب صحيح؟ الحمد لله كويس. هذا يا سيدي كانت عباره عن عين، والعين ديت يعني سبحان الله هي اللي خلت يعني العرق الحمد لله بما انه حصل في ايدك، فان شاء الله يكون ده خروج العين باذن الله جل وعلا، والالم اللي انت كنت بتعاني منه في قلبك ما راح يتكرر عليك مره ثانيه ولا راح تحس بخنقه في الصدر. لكن في شيء واحد لازم انك انت تعمله، انك انت تصلي الفجر جماعه كل يوم في المسجد. طيب ان شاء الله بارك الله فيك. مع السلامه. وعندي حاجه يا استاذ، عندي شروط هيك هلبة في الشروط. شروط بمعنى ايه؟ قصدي هيك مثلا شروط ذهني هلبة وننسى وعندي النسيان. طيب قول بسم الله. بسم الله. قول بسم الله كمان مرة. بسم الله. طيب تحس كده ان في زي خضران حصل في مخك؟ مظبوط. خلاص ان شاء الله كده ان شاء الله ما راح يجي لك شروط مرة ثانية. اوكي ان شاء الله بارك الله فيك. آمين. الله يرحم والديك. بارك الله فيك. شكرا شكرا.